جميل الحسن مراسل أورينت نيوز ينضم إلينا مباشرة من جبل شحجبو بحما. أهلا بك معنا من جديد جميل. طبعا المعارك مستمرة حتى الآن، ما آخر المعطيات المستجدة على جبهات الحماميات؟ نعم هاجر، بعد أن تمكنت الفصائل المقاتلة من السيطرة على تلة الحماميات والحماميات وبلدتها، طبعا هنا كان صد أكثر من 9 محاولات تقدم فاشلة لميليشيا أسد الطائفية، حاولت بها جميع الميليشيات المتواجدة من حزب الله، ميليشيا حزب الله وقوات الحرس الثوري الإيراني المرتزقة منهم طبعا، والفرقة 9 والفرقة 8 والمصالحات والقوات الخاصة لميليشيا أسد الطائفية. حقيقة يعني زجت بكل أنواع القوة، مع أكثر من 420 غارة جوية، منها 140 برميل متفجر، أكثر من نصفها هي عبارة عن حاويات متفجرة على هذه التلة وعلى البلدة. نضيف على ذلك مئات القذائف المدفعية والصواريخ بعيدة المدى وصواريخ أرض التي هي ذات انفجار كبير جدا، يعني كل صاروخ واحد يشكل حفرة بطول وعرض أكثر من 7 أمتار لأكثر من 24 ساعة. هذه القصف وهذا الوتيرة على المنطقة، انحازت الفصائل المقاتلة إلى الخلف عن التلة وعن بلدة الحماميات يعني بعد هذا القصف العنيف، وما زالت العمليات العسكرية مستمرة للفصائل المقاتلة استهداف لأماكن تمركز ميليشيا أسد الطائفية في شمال حما وغرب حما وفي الحويز وفي تل هواش وأيضا على محاور الحماميات وتلة الحماميات. طبعا هنا إذا ذكرنا خلال 24 ساعة على محور الحماميات قتل ميليشيا أسد الطائفية بحسب العسكريين تجاوزت 100 قتيل، بينهم ضباط برتب مختلفة وعشرات المصابين بينهم حالات بتر وحالات حرجة، يتم نقلهم باتجاه مشافي حما في يعني في محافظة حما. نضيف على ذلك أيضا في الاستهدافات من قبل الميم دال لتجمعات ميليشيا أسد الطائفية على محاور الجبين وتل ملح. طبعا نضيف على ذلك بين الغارات التي تستهدف هذه المنطقة طيران الاحتلال الروسي الذي يخرج بكثافة، كل 4 طائرات تقلع ساوية من مطار حميميم وتتوجه باتجاه الحماميات ومحاور الحماميات. نضيف على ذلك استهداف لمدينة كفر زيت طامنة حصرية 40 وصولا باتجاه ريف حماء الغربي إلى محاور الحويز ومحاور الاشتباك على القصابية بصواريخ شديدة الانفجار ومنها صواريخ ارتجاجية من قبل طيران الاحتلال الروسي. هذا الأمر أيضا استهداف البراميل المتفجر من المروحيات للأماكن السكنية، ما أدى إلى مقتل مدني وامرأة وإصابات في صفوف المدنيين في مدينة كفر زيتا واللطامنة، وإضافة إلى بعض الإصابات الطفيفة في سهل الغاب نظرا لاستهدافها أيضا بعشرات القذائف المدفعية والصاروخية من معسكرات جورين. هنا الفصائل المقاتلة أيضا في هذا المحور ردت على أماكن تمركز ميليشيا أسد في سلحب وفي الجيد وفي أرصيف، أماكن تمركزهم وتحقيق إصابات مباشرة فيها. شكرا جميل الحسن مراسل أورينت نيوز مباشرة من جبل شحجبو.